يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا لبحث دعم الحرف المهنية وتأمين المتاحف على مستوى الجمهورية، فيما عقد رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان، وذلك بحضور وزراء الصناعة والري والإسكان ومحافظ أسوان، حيث وجه إسماعيل بالتركيز على المشروعات التي تهم المواطنين واستكمال قرى الظهير الصحراوي للمحافظة. وأوضح محافظ أسوان أن هناك 320 مليون جنيه لمشروعات التنموية وأسوان، مضيفا أن هناك نحو 15,000 وحدة سكنية بالمحافظة تم تسليم 13,000 منها في شهر نوفمبر الماضي.